داخل كده يا جماعة أرش للأرنب مية في الأرض علشان الحر وأنضف له شوية، لأن شايفين مبقي برسيم كتير جدا في الأرض، ولقيت مفاجأة جميلة جدا 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 عند الأرنب. حبيت طبعا إن أنا أوريها لكم كده وأقول لكم إزاي نتعامل مع الأرنب في الحر، وأوريكم المفاجأة اللي لقيتها ورا الخشبة دي. تمام، يلا بقى كده يا جماعة، اللي يتوقع المفاجأة دي من أنهي أرنبة من التلاتة دول التلاتة الكبار ينزل بسرعة يكتب لي تحت في الكومنتات هي أرنبة منهم ولدت يا جماعة. بس يلا بقى قولوا لي الأرنبة دي الأولى ولا التانية ولا البيضة التالتة، أنهي واحدة من التلات أمهات دولت اللي ولدوا. طبعا يا جماعة التلاتة دول اللي هما الاتنين دول الكبار العواتق، وديت الفرخة اللي لسه يعني لسه كانت صغيرة في السن، واختها اللي هي ولدت بره. وطبعا دول التلاتة يا جماعة كانوا خمسة، مات منهم اتنين، مات واحد امبارح واحد النهاردة علشان الحر. تمام، يلا بقى كده يا جماعة انزلوا اعملوا لايك للفيديو ده ونرجع نعرف انهي ارنبة اللي ولدت، وولدت كام ارنب، وسنهم بقى قد ايه دلوقتي، وبنتعامل ازاي مع الارنب في الحر. اللهم أبطل عينا معجبة نظرت وما بركت، اللهم أبطل أثر عين معجبة نظرت وما ذكرت، أو حاسدة تتمنى زوال النعم أصابتهم في جمعة رجال أو نساء. اللهم أبطل عين الأقارب والجيران والأصدقاء، اللهم أبطل عين الأصحاب والزملاء، اللهم أبطل حسد على جمال الأجسام أو على جمال الشعر والأعين أو على أول حاجة كده يا جماعة، توقعت صح أنهي أرنبة اللي ولدت ولا لأ؟ واحدة من الاتنين دول ولا البيضة دي؟ هو مبدئيا كده يا جماعة هي اللي ولدت البيضة دي. تمام، اللي ولدت الأرنبة البيضة ديت اللي هي أول مرة تعشر أصلا أو أول مرة تولد، وأختها اللي هي بره اللي كان نصها برتقاني في أبيض ديت برضه ولدت، بس التانية ولدت بره، والتانية أنا كنت عارف إن من زمان إن هي ولدت، بس ديت أنا ما كنتش عارف هي عشر ولا لأ، بسبب إيه؟ بسبب برضه إن يعني العشر فيها ما كانش باين، لأن الحمد لله يعني كان عدد قليل. وهوريه لكم دلوقتي أهو، هما هنا هما ما شاء الله كبار أهو، شايفين يا جماعة؟ هطلعه بس كده في النور، شايفين؟ اهو هو ده اللي كان ورا الخشبه، بس علشان الجو عتمه فما عرفتش ان انا اصوره لكم. شايفين هو كبير ازاي؟ هما اتنين يا جماعه، بس التاني هرب بره، التاني هرب طلع بره، شايفين؟ هما هم اتنين في الحجم ده، هي ما ولدتش غير الاتنين دول والله العظيم، حتى هما شبهها ابيض في برتقاني برضو. طبعا يا جماعه هي جابت عدد قليل، جابت عدد قليل علشان هي لسه اول مره تخلف. تمام، ده مش شرط برضه، هو رزق عامة يعني. بصراحة العدد القليل ده رزق، وممكن يكون عشان كان لسه الذكر اللي معاها أخوها صغير، فما كانش لسه اللي هو حامي يعني عليها وكده، عشان لسه إن هو كان صغير يعني، لأن أختها جايبة أربعة، أختها جايبة أربعة بره، بس الفكرة إن هي والدهم في مكان رخم أوي، فأنا مش عارف إيه إن أنا أصورهم لكم. طبعا يا جماعة أنا بتعامل بقى، هي والدة اتنين، والدة ده واحد تاني، بس التاني هرب بره، هدخله دلوقتي. بتعامل بقى انا ازاي يا جماعه في مع الارنب في الحر؟ اولا بحط له ميه، ثانيا شايفين البرسيم يا جماعه، يعني كل الورق بتاع بتاع الرابطه ديت، وانا رحت وسابها ما بياكلش هو العص، شايفين برضو بواقي برسيم تحتيه كتير ازاي، فرميت له انا واحده جديده دلوقتي علشان ياكل الورق بتاعها، وطبعا رشش لهم ميه في الارض بحيث ان هم يرقدوا عليها، وكمان بحط لهم ميه وحاطط لهم على الميه ديت، حاطط لهم على ده 2 سنتي خل، 2 سنتي خل، بنحط خل على الميه يا جماعه علشان يهدي درجه الحراره في الجسم. وطبعا يا جماعه ما باكلش الارنب نشويات خالص 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 في الصيف، النشويات دي اللي هي عباره عن عيش وذره وتشيش وعلف، الكلام ده كله انا منعه في الصيف، ولو اكلته باكله مره او مرتين في الاسبوع الصبح بدري، يبقى باكل النشويات يا الصبح بدري يا اخر النهار في الطراوه. تمام، ده للارنب في الصيف. وطبعا يا جماعه نصيحه مني، ما تخلوش الارنب يولد في الصيف خالص، انا دي كلها اناتي ما معهاش ذكوره، حتى الانتيتين دول والله العظيم انا ما اعرف هم عشاير ولا مش عشاير، اللي هما الاتنين دول انا اللي متاكد منه ان البيضه دي خلاص كده مش عشر.
تمام، ولان هي ولدت تهيأ. وطبعا الخضره يا جماعه لازم تحطوا لهم خضره كتير جدا وترشوا لهم المكان. وده طبعا يا جماعه الطريقه اللي انا بتعلم بها او اللي انا بتعامل بيها مع الارنب في الصيف. وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده، ودي المفاجاه بتاعتنا، فيديو بسيط وقصير خالص. وان شاء الله ان شاء الله يا جماعه لو عايزين فيديو مفصل او يوم مفصل عن اللي انا بعمله مع الارنب وازاي باكله وكده، ابقى قولوا لي تحت في الكومنتات وانا اقول لكم. بس انا زي ما قلت لكم انا ما بعملش معاهم اكتر من كده، هو الخل على الميه، وان انا بحط لهم خضار كتير وما بحط لهمش نشويات، وبرش لهم الميه الارض ميه على طول علشان تهدي الحراره اللي في الجسم. وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في امان الله ورعايته، وان شاء الله هدور على خد ارنوب ده بره وهبقى اصوره لكم، ولما اكتشف مكان ولاد الارنبه التانيه هبقى اوريهم لكم برضه.